بعد الترحيب بحضرتك، نقابة الزراعيين من أقدم النقابات الموجودة في مصر ومن أكبر النقابات كثافة في الأعضاء، لكن كثر المشاكل عليها في الفترة اللي فاتت ما بين مؤيد ومعارض. وأنا من وجهة نظري إن الخلافات لما تبقى موجودة يبقى معنى كده كان في حراك، لأن قبل كده كانت نقابة الزراعيين كانت عاملة زي الرجل الميت اللي بيستنى اللي يدفن. فجأة بدأت يبقى في حراك ما بين مؤيد ومعارض. عاوزينك تكلمنا عن نقابة الزراعيين إلى أين؟ اسمح لي، نقابة الزراعيين زي ما حضرتك تفضلت من أقدم وأعرق النقابات المهنية في مصر. الزراعة المصرية ومدرسة الزراعة المصرية مدرسة قديمة، مدرسة عريقة. نقابة المهن الزراعية بدأت إنشائها سنة 1940، أول مجلس إدارة ليها 1944. لما تتكلم على عمر نقابة المهن الزراعية نفتخر في مصر بنقابة المهن الزراعية لأن عمرها أقدم من عمر دول. أول مجلس نقابة زي ما ذكرت كان سنة 1944. أول قانون لهذه النقابة ينظم عملها في 1949، وكان رقمه 49. تولى هذه النقابة على مدى تاريخها قامات من الزراعيين اللي أدوا لمهنتهم ولبلدهم الكثير، نقابة زاخرة بأبنائها وبأعضائها من المهندسين الزراعيين. ده تاريخ كلنا لازم نفخر به داخل نقابة المهن الزراعي. ولكن زي ما حضرتك تفضلت، السنوات الأخيرة هي مؤسسة وطنية، هي مؤسسة قومية تتبع الدولة، عانت زي معظم المؤسسات على مدى السنوات الماضية، تعرضت لظروف شديدة، تعرضت لتحديات شديدة جدا. إنما هذه النقابة نفتخر جميعا إن احنا عندنا نقابة في مصر اسمها نقابة المهن الزراعية، لأنها بتضم المهندسين الزراعيين اللي هم مهندسي الأمن القومي المصري في مصر على مدى تاريخهم، ومصرين يؤدوا عملهم بذمة وبإخلاص وبأمانة تحت كل هذه الظروف الضاغطة عليهم. تحية ليهم لكل المهندسين الزراعيين. طب يا دكتور سعيد، يعني احنا بنقابل المهندسين الزراعيين كتير في شغلنا، بس دايما بنحس انهم مش واخدين حقه، ليه؟ ده صحيح، وانا معاهم وبقول المهندس الزراعي بيعمل في ظروف صعبة زي معظم المهن، زي شريحة من المواطنين المصريين اللي بنقدرهم جميعا وبنحترمهم. ولكن لو بصينا للمهندسين الزراعيين بنلاقي حتى الهيكل الوظيفي بتاعهم داخل الجهاز الإداري للدولة داخل المحليات مرتباتهم متدنية مقارنة بالفئات الأخرى، برغم ظروفهم وعملهم الشقي جدا، بيعمل بالليل وبالنهار، بيعمل في ظروف قاسية من أسمدة، من مبيدات، من تعرض لظروف قاسية جدا. وبالتالي أنا معاهم فعلا، المهندس الزراعي بيعاني في دخله، مرتباتهم متدنية مقارنة بالفئات الأخرى، بيأدي دور هام جدا، كلنا بنسمينه وبنعظم دور المهندس الزراعي. طيب يا دكتور سيد، المهندس الزراعي او نقابه الزراعيين مفترض ان هي تكون من اكثر النقابات ثراء. ليه؟ لان قانون النقابه بيحتم على ان الشركات اللي بتعمل تعاقدات والحاجات في نسبه من التعاقدات بتاعتها بترجع للنقابه. عرفني ايه التحصيل، لان انا في كتير قوي بعت لي وفي رسائل كتيره جايه لي بيقولوا لي النقابه دي من اغلى النقابات، فمن العار ان مهندس زراعي ياخد 100 جنيه في الشهر ومتاخر اليوم 43. صحيح. خليني اقول لحضرتك ان موارد النقابة بيحددها القانون.